أحسن الله إليكم. تقول هذه المرسلة في سؤالها الآخر: والدتي تسأل، هي امرأة متزوجة ولا يوجد دخل لها إلا دخل زوجها، ولا تأخذ منه مصروفا يكون ملكا لها، وهي تريد أن تتصدق، فهل صدقة زوجها تكفي أم من أين تتصدق كي تأخذ أجر الصدقة؟ لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بالتسامح فيه، مثل الشيء اليسير أو إعطاء السائل عند الباب، الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه فلا بأس بذلك. نعم. يبدو لي أنها تريد، يعني من أين تأخذ أجر الصدقة وهي ليس لها مال؟ هي لها أجر الوساطة، والوساطة في الصدقة، إذا تصدقت لأمر زوجها أو تصدقت بما جرت العادة بالتصدق به على السائل ونحوه، فإنه يكون لها أجر الوساطة في الصدق، يكون لزوجها صاحب المال أجر المال، ويكون للمرأة أيضا أجر السعي في الصدقة، ويكون للخادم الذي يناول السائل الأجر أيضا كما جاء في الحديث. وكل من تصدق أو أعان على الصدقة أو نفع المحتاج فإنه يكون له أجر إن شاء الله. نعم.